إن أردت الغوص في تاريخ حرفة الفخار عليك زيارة رشية، هذه البلدة التي ارتبطت تاريخياً بهذا العمل الفني فسميت رشية الفخار. هذه البلدة الواقعة في قضاء حصبية جنوب لبنان قد صنفت سياحية نظراً لحرفتها والانتشار المشاغل والمواقع الأثرية. إذا تبحشي بالأرض بتلاقي شقف قصر فخار من مئات سنين، لبل يمكن من ألوف سنين. من الستينات أنا بسمع من بي كان يقول كان في أربعة بالستينات والخمسينات 84 معمل برجية، معمل تقيل يعني بيصنع بعشرات الألوف بالصيفية، وبلشت تنقرض بشكل تنحدر بشكل سريع نتيجة الحروب. الحرفة التي ضرب نهوضها الاحتلال الإسرائيلي بعدما هجر أهل رشية اليوم تكاد تنقرض في بلد لا مقومات فيه، بلد لا يحمي تاريخه ولا يحفظ جذوره. للأسف الشديد يعني ما في مقومات، هذا بدنا نشتغل بالكهرباء ما في كهرباء، كنا بالزمان نشتغل على الإيد أو على الإجر، يعني نبرم الدولاب بإجرنا ونشتغل التراب على إيدنا، اليوم ما عاد في منها، كله على الكهرباء. نحن معدودين على الأصابع 4 و5 اللي تعلمناها على الحرفة، وكنا ناويين نبقى فيها يعني ونكفي، بس للأسف الاحتلال، تواجد الاحتلال عندنا كان هو العامل الأكبر بتدني عدد المعلمين. نحن كان شغلنا كله يكون على الأبريق والجرار والخوابي والمعاجن الجوط الكبيرة، كنا ننتج بكميات بعشرات لبل بمئات الألوف بكل موسم. يعني أهالي رشية الفخار يتخوفون من انقراض حرفة أجدادهم، خاصة مع غزو الأواني البلاستيكية، هم الذين يتعاملون مع كل قطعة بشغف وعشق فيضعون في الجبلة من أنفسهم وأحلامهم ومشاعرهم. بس العالم ما عاش لقيت الفخار، صارت تشتري البلاستيك والإزاز، وللأسف فات دخل على سوق هذه المنتجات وصارت تحل محل الفخار. يعني الفخار المميز فيه أو ما حدا في مثله بدك تتعلميه من وقت بتخلقي. نحن أنا من 5 سنين كنت أشتغل فخار، هذه اسمها حرفة فنية، نحن بنعتبرها فن. أنا بس أقعد على الدولاب كل قطعة بعملها بعتبرها بتعبر عن شخصيتي وعن نفسيتي وعن أنا شو حابب أعمل. يعني